يا رجال الحقيقة 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 نحبك تعرف والناس حابة تعرف. الله أكبر. الله يوقف عنده 7 شهور. الله أكبر. 14 جانفي 2011 نظيم قضية فيها وحرق المركز وقوف شيء طلع من تعريف أنا عطلت شوينة وقفوه قالوا له أنت حرقت المركز 14 جانفي موقف التو والمرسوم جينا نشوف في المرسوم نقول مرسوم غال تاع الوزارة له نحبكم تفهموا وتصلحوا المرسوم راهو المرسوم غلط قلت موقف عندي 7 شهور صحابه احنا نخرجوهم من الناس واقفين احنا نخرجوهم خلوهم تطلعوا راهي غلط راهي غلط راهي مبنية غلط انا حكومة جديدة حكومة جديدة راهو هذا ما يكونش فيه من الارض يا للعالم